مرتين ثلاثة تقريبا تقريبا. فكريني ما تزعل انت. اوكي بلش. لا لا لا. انا فكرني. لا لا لا. انا بدي اتذكر. لا لا. انا فكر احنا احنا مفكرين احنا مش فاكرين احنا ذاكرين انه في ثلاث اربع مرات يعني مضبوطين. اللي حتى انا اتذكر مرة على الغداء تقريبا اكلك اللي هو لما انا قلت له لا معلش هو كان ممكن يكون كان عندنا صفوف وجت مرة واحدة بعده ومرة كانت في المطبخ مطبخ نسيت شنو الثلاجة مرة هذا مش كانت امبارح هذه مش اغراض خليت اغراض يعني مو 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 سخ اوكي الثلاجة امبارح انا مش فاكرة تقريبا خلص اوكي شكرا دينا شغلة شغلة مش عم احكي على هو نسيب او هو نسيب عادة ما بيترك وراه بيفل عادة مين سؤال مين انت... انيس ايه لا مش دايما شكرا انا قدامي بيترك اغراض النودلز مثل ما هن كاسه انا قدامي يا اختي كاسه ممكن اوكي ممكن انا قدامك بس انا بس شغله بس ممكن اطلب منك طلب شو انا عايز اتكلم مع بس ممكن بهدوء شويه كده كده بهدوء انا بهدوء دي حاجتك دي نونو دي حاجتي يا حبيبي طيب حبيبي فكرتك حاجه للماما يلا اقعد مع بعض شويه يلا في شغله عليك انيس انيس لا 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 خي في شغله بس انت عم تحكي عم تحكي من من راسي من راسي يا حي قال لي عم تحكي يعني من اللي بدينا الحكي انت عم تحكي اوكي دينا قالت انه انيس مش دائما انا مش اوكي سؤال من قبل مش ناسي انت كاست نودلز على بس اسالك من قبل خي انا حدا بنسى خي يا حبيبي يا حبيبي انا ما عم اقول لك انه انا عمري ولا نسيت لا لا ما عم تنسى لانه كذا مره صارت يا انيس ما منك ومن نسيم من كذا حدا ما عم تفهم مروان انت ما عم تفهم انت ما عم تفهم انت لاصق في شيء انه انا دائما خليه دائما خليه دائما خليني احكيك قلت لك من تحت لفوق خليني احكيك بالعمليه بس نزل شيء لا مروان. قلت لي انت ما تتدخل او ما تحكي لا 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 ابدا ابدا شو ابدا شو ابدا انت فهم انت فهمت غلط انت فهمت غلط انا كنت احكي نسيم اذا عم تقول انت ما تتدخل ودخلك شو يعني انا مش عارف شو في بينك وبين نسيم بينك وبين نسيم مش عارف شو في نسيم جيت لعندي احكي ما تخبرك خبريه تخبرك خبريه انيس جيت لعندي بتحكي بطريقه مش عارف شو في خيي يا مروان اقل شيء هب عليك اقل شيء ما صار شيء ما صار شيء بيني وبين نسيم ما في شيء اصلا لا شو تركت الوحده وطلعت خليني احكي قصد لانه نسيم كب عليك الكبايه يا مروان يا مروان ما عم تقلي بعدك ما خي عم نحكي خليني احكي مروان خليني احكي ما بتخليني احكي اذا بدك تكمل هيك انا ما بحكي حبيبي خليني احكي معك انت تعطيني وجهه نظرك انا اعطيك وجهه نظري نتفاهم بعدين اوكي قول اولا انا صح نسيت شيء يتعدوا المرات اللي نسيت فيهم اغراض وانت قلت فيهم يتعدوا مش لهالدرجه انه ما يتعدوا انه في دائما خلي وراي انا احكيك عن شخصي انا اذا ما يهمك اوكي بس انا صار لي من وين دخلنا الاكاديمي بلاقي اغراض وراي بمسكون برميون اغراض وراي بمسكون برميون ما بقول لك انه اغراض وراك انت ابدا ما شفت ابدا غرض من وراك انت ما عم اقول انه في غرض انت نسيته او هيك شيء بس عم اقول لو انا صاير كذا مره بشوف غرض منك انت بتخليه انا بشيله هيدي اولا ثانيا انا امبارح نسيم نسي كذا مره غرض اوكي نسي كذا مره غرض شو بعمل انا بمسك الغرض بمسك الشاي من الكوبايه بروح غسل الكوبايه بحطه بمسك كذا بروح احطه بمسك كذا بروح احطه نسيت امبارح قبل امبارح نسي مروان نحن بقول لك شغله انه نحن عايشين في بيت واحد اوكي عايش صح ليش انت عم تاخذني بهالطريقه انه لا لا انه عايشين نحن اهل ونحن ما لازم نحكي مع بعض هيك ولازم لا 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 ابدا 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 مروان خليني اكمل لا عم بلش مستعجل اوكي عم بلش فوت بحديث هلا عم بتذكرني بحدا عم بلش فوت بحديث عم بتذكر انا حدا هلا وسميت لي بدني الفكره انيس انه انا مروان مرة احكي معي بنفس الطريقة اللي بحكي انا معك 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 بيز. انا معك بس لا لا انا كثير لا لا انا ما بحب ابدا انكم عم نحكي بطريقة بلش بغير طريقة لغيته انا انيس مش انا عن انا كل مرة يحي هالمخلوقة قدامك دينا روح اسألها خيي كل مرة بشوف الطاولة هيك البار هيك المجلة هيك كبيات بقط قدامه ما بفتح تمي خيي بغض النظر صورة مين مكتوب عليها أو لمين الكباية ما أنا خبرتني تخيني خبرك أنا لو ما كذا مرة لو ما كذا مرة أي مستعجل بدي فل لو ما كذا مرة شايل من قدامكم عم بحكي كل واحد بوحده لأن أنا ما كنت أحكي مع حدا كنت شيله أسكت شيله أسكت هلا أنا عم خليك معي خليك معي إذا شايف زبالة بضلنا بهالطريقة أنيس ما حدا أنت عم تحكي نفس الحكي اللي عم بحكي أنا عايشين ببيت واحد وإذا ضلنا بهالطريقة إذا بدنا نحكي حبيبي بدك ضلك عايش بالجي حاط الكاسات هون وهونيك بدك تضلك عايش بالجي ما بتحتمي خي ما حدا بيفتح تمه كل واحد عم بحكيك إياها بوجهك
كل واحد عم بوجهك انت انيس لا لا انا عم بحكيك اياها بوجهك انا عم اقول لك انه انا عم بحكيك اياها بوجهك مش عم بروح عند فلان اقول انيس ترك وانيس عمل انيس سوى عم اقول لك اياها بوجهك انه انت تركت وانت عملت وانت تركت وانت سويت امبارح غدا مثل ما مع خبزه البرجر مشقوف حطوها على الطاوله كله حمص كله على الطاوله خلص خلص اوكي عم خبرك عم تحكي عن امبارح انت مش عم انت مش مجبور هيدا اقرب ما هيدا اقرب مثل عم بحكي عنك وعن غيرك اكاديمي مش مجبور عم بحكي عن غيرك وعن عم بحكي عنك وعن غيرك مش مجبور انت بتشوف هيك الطاوله وبتحكي بهالطريقه طلب انه ينحكى انطلب انه ينحكى عن النظافه وعن الترتيب انيس على طول بشيل بشوف ورا غراض وراك انا دينا على بغض النظر دينا هلا بدنا ناخذ على ايدينا مزبوط انا لو ماني شايف ما بشارع وما مش مستحلي شارعك انيس ولا دخيل الله ولا مستحلي اسمع صوتك ما تخبرك خبريه الفكره لو ماني شايف كذا مره ما بجي احكيك لك ونسيم كذا مره حكي انا قايل له ايه ولا لا انا يا مروان انا بحكي بوجهك بقول لك انت ما دخلني بناس ثانيين يا عم خبرك يا حو قدامك انت تحكيني الي انا بزعجني شغله نفس الموضوع يخرب بيت كل اثنين في نفس الموضوع ومتعلنين وبتعيطوا خلص طلع هم قاعدين بيتكلموا مع بعض انت اللي دخلت انا دخلت اشوف الفكره دينا دينا سؤال صغير كم مره قدامك بشيل تيك اواي اكل او بشيل شوك على الطوق قدامي كم ما بين كم مره امامك بشيل كبايه اكل مش رح تزعلك ما بين هلا مش رح تزعلك الفكره ليكم بتشيلوا مزبوط الفكرة أنيس الفكرة خلص ما بستحلي انتبه ما بستحلي أوكي ما بستحلي أسمع صوت حدا ولا بستحلي أني أعلم بس ما الفكرة ما الفكرة أنه أنا كل شخص بشوف منه خير شيء أوفر خير شيء خلص زيادة عن اللزوم أنه لا مش أنا خنقتك قلت لك أنيس إذا بتريد بس نزال شيله أنه مثل كل مرة ما بشارعك ولا بخانقك خير إذا بتريد بس بحال نسيت خير إذا بتريد نزال شيله فقلت لي ما تتدخل أنا ما قلت لك ما تتدخل أنا ما قلت لك ما تتدخل أنا حكيت أنا كذبت خير أنا كذبت يعدوه هلا يعدوه زاد شوف الإعادة وطلع شو قلت لي من فوق فأنا قمت عليك وهبيت عليك مروان ممكن نتكلم بهدوء شوي لا 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 ما لك رايق أبدا لا مش رايق انت عصبي فعلا اهدى شوي لا لانه مش مستاهله يعني الموضوع مش مستاهل انتوا اصحاب بتنصحوا بعض ما هي الفكره الفكره ما هي الفكره انا خلص مروان انا عندك شيء اوكي المره الجايه شايف غرض تاعي ما بعده بال ما تحكيني ما بحكيك بخليه ان شاء الله يتعفن في مكان ان شاء الله بيتعفن طب ان شاء الله بيتعفن مروان اقول لك على حاجه قول لي انا وانا اكلم انيس اوكي قول لي انا وانا اكلم انيس هل بتلاقي حل؟ ما في معنى انا مثل ما انا ما بتدخل فيك مثل ما انا بحترم هيدا حل ثواني هيدا حل ل 11 ل 11 اوكي ل 12 حدا ل 12 حدا كم مره فتت على قوت قدامه تتكلم معنا كم مره فتت يا اختي عظيم انا ما بعرف يا اختي ما بعرف لو فيك فوت وارجع يا انيس يا حبيب قلبي دينا تعمل خبريه لا مش هقول خبريه دينا في غرض هنا انا مش ماسكه النظافه في المطبخ والمنظر اللي جوه لنا شهرين بدك توطي صوتك خلص انا المستوى انزل ما تنزل في المستوى ما تنزل اسكر تمثيلي يا حبيبي تمثيلي هو فين عن جد تمثيل فين مش هتيجي فوق في الدرج بتاعك